سيدي ولدي آدم خير الأنام اسبلا كو درود اسبلا كو سلام. حکم حضرات نوٹ فرما لیں مساہم نمبر 35 مساہم نمبر 36 اسٹیج کے قریب تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. بس كيجي منزل نمبر 3 بارا 11 سورة سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
المسلمين. بس سورة کون سی ہے؟ سورة يونس. منزل؟ منزل نمبر 3. پارا 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. بس كريه كون سا پارا؟ پارا نمبر 12. كون سي سورة؟ سورة هود. منزل نمبر؟ منزل نمبر 3. ٹھیک ہے جائیں. سید بلد آدم خیر الانام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام.